بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة عجيبة ومجربة لإجابة الدعاء، وصفة عجيبة مريت أنا بيها شخصيا 3 مرات متكررة، فلما تكررت 3 مرات بقيت عايز أقول لكم يا جماعة أنا شفتها بعناية 3 مرات، أنا حصلت معايا. هي الوصفة كلها مستمدة من قول الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. انت مضطر، لا يمكن سبحانه وتعالى يخيب رجائك الا لازم يستجيب دعائك. امن يجيب المضطر، امن يجيب المضطر اذا دعاه، هو ملخص الوصفه اللي انا شفتها ومريت بيها. الوصفه عباره عن ايه؟ لو انت مهموم، مكروب، داخل على ضيقك شديده جدا جدا جدا، لها تاريخ معين، يعني في بعد اسبوع هيحصل حاجه كبيره، يعني في مشكله ولازم تتحل خلال اسبوع، لها تاريخ، لها سقف، لها معاد محدد، وانت مش عارف هتعرف الموضوع يخلص في المده دي ولا مش هيعرف يخلص في المده دي. لك عند ربنا طلب كبير قوي، في حاجات بنطلبها يا جماعه خلال شهور وسنين، وفي امنيات في الحياه، لكن في حاجات بتبقى على المحك، على الحافه، انت في وضع في منتهى مزنوق، يا يحصل يا ما يحصلش، يا يتحل يا ما يتحلش. الوصفة دي للناس دول، أرجوكوا اللي عندكم حد في كرب، في ضيقة، في موقف له تاريخ محدد على المحك، هو ده المضطر. الوصفة دي لهؤلاء أرجوك ابعتوا لهم الوصفة دي. الوصفة دي بتتلخص حسب تجربتي الشخصية، أنا ما قريتش الكلام ده في كتب، أنا عشته، ويمكن لاني لسه كنت بصور برنامج رمضان، فهو مش هحكي طبعا لان ده له علاقه ببرنامج رمضان، ايه من ايات ربنا، لكن ده اللي حصل معايا بالظبط. لما تكون في وضع حرج جدا اعمل الوصفه دي، والله العظيم بتشتغل وبتجيب عجيبه عجيبه، لانه حنون رحيم ودود كريم. انتوا عارفين انا بسجل الرساله دي ليه؟ علشان واما بنعمه ربك فحدث، مش عشان بس افيدكم، علشان انا ممتن جدا باللي ربنا عمله معايا، اكرمني اجاب دعائي. وبعدين انا جربت، ما هي مش مره ولا التانيه بنفس الطريقه، واحنا مش كل يوم بنتزنق، فانا عندي 3 تجارب في 3 مرات. اعمل ايه بقى؟ اقول عندك مثلا 4 ايام او اسبوع او اسبوعين، هم دول فتره الحرجه، تقوى الله، تتقي ربنا جدا، منتهى التقوى، واحد أول جزء في الوصف بمنتهى الدقة، استغفار وتوبة عن ذنوب عشان يفتح لك الأبواب، عشان الحواجز والحواجب اللي منع من استجابة الدعاء تتقي الله جدا 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 جدا، وتنوي انك هتتقيه على طول، مش مسألة خلصت الموضوع، لا، ما هو ربنا عالم بالقلوب. تقوى الله جدا بنية للاستمرار في التقوى، 1، ذكر لا ينقطع، تحط لك 2-3 كل يوم، مش انا دايما بقول لكم حافظ على الذكر ربع ساعة، تلت ساعة، تلتين ساعة، ساعة تعيش مع ذكر الله بكل احساسك وبكل قلبك. اللسان بيقول والعقل بيشوف شريط، والقلب ينفعل، اللسان بيقول استغفر الله، العقل بيشوف شريط للتقصير في حق الله، القلب بيقول له سامحني، اللسان بيقول لا اله الا الله، فالعقل شايف شريط ان ربنا قادر لا اله الا الله على تحقيق الموضوع ده، فالقلب ينفعل ويقول له ارجوك لا حول ولا قوه الا بالله، بايدك كل شيء يا رب حققه لي، فالقلب ينفعل ويقول قادر على كل شيء. دي طريقه الذكر، يبقى تقوى الله. 2، ذكر لله مش 5 دقائق و10 دقائق، نص ساعه، ساعة بإحساس عميق جدا، وبعدين صلاة 2 حاجة ودعاء، إن شاء الله مرة واحدة في اليوم بس بالليل في القيام، ودعاء باستماتة وتوسل إلى الله وتذلل إلى الله. ويريد كمان بعد الذكر تدعي، يعني بعد الذكر لما تدعي، لما تذكر ربنا فترة وتحس إن قلبك حاضر قوي، ادعي دلوقتي، وكمان 2 قضاء حاجة بالليل. يبقى أنا كم قلت كم حاجة لغاية دلوقتي؟ تقوى الله، 2، ذكر لله مدة مش قليلة، مدة كبيرة يتلوها دعاء من كل القلب، 3، 2 بالليل، 2 الحاجة بدعاء الحاجة اللي النبي علمه لنا، تلاقوه تعمل سيرش عليه وتطلعه وتدعي بيه إن ربنا يقضي لك حاجتك، 4، والأخيرة تطلع صدقة. والله العظيم ما جربتها إلا وحصل،
وأنا لسه راجع من آية ربانية في حاجة مشابهة وأنا بصور برنامج رمضان. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، بحدثكم بحمد وشكر، أكرمني أكرمني أكرمني. إيه الطريقة دي يا مهمومين ويا محزنين؟ أرجوك يا جماعة ارسلوا الطريقة دي لكل واحد مكروب مهموم عنده، مريض في حالة خطرة عنده. أنا موقن. بس جنب الوصفة دي حط جنبها حاجة اسمها التسليم لله. يعني ايه؟ تفعل ما تشاء انا معاك. انا كنت عامل كده، بدعي 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 بتقي ربنا، وحاطط كده عندي حتة بوزن بيها، ولو قضيت ما تشاء انا معاك يا رب. انت مش جاي، احنا موجودين في الدنيا عشان ربنا يختبرنا، مش عشان احنا اللي نختبر ربنا، مش عشان نشترط، استغفر الله العظيم. انا معاك مهما فعلت، رضاني وأكرمني وحقق لي ما أريد. والله الوصفة دي حصلت معايا مرة واثنين وثلاثة بنفس الطريقة. ملخصها تاني: تقوى الله، ذكر طويل في اليوم بإحساس ثم دعاء بعد الذكر، ركعتين قضاء حاجة في قيام الليل، صدقة. جربوا وبعتوا الرسالة دي لكل واحد مهموم في الدنيا، ستجد من عجائب رحمة الله وعطائه وفضله وحنيته، وحتحب ربنا حب كبير بعطائه ليك. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.